اهلا بحضراتكم من جديد. والكاراتيه ما زال انجازاته مستمره. احنا طبعا اتكلمنا وشفنا سلمى علاء الدين بطلتنا برضو الكاراتيه بطوله العالم في دبي للاسوياء، فزنا بالمركز الثاني على مستوى البعثه كلها. معانا في الاستوديو مشرفينا طبعا لاعبتا الاثنين النادي الاهلي للكاتا في الكاراتيه، واللي شاركوا وخدوا برونز في بطوله العالم، واللي ساهموا بشكل كبير في حصول مصر على المركز الثاني. في البدايه برحب طبعا بايه هشام نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيكي ايه. اهلا بحضرتك، اول مره تشرفينا في قناه الاهلي، ودي حاجه تسعدنا جدا. ده انا شرف ليا والله، انا اسعد. بنرحب بنجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا نهى عمرو، واللي شرفتنا قبل كده. ازيك يا نهى؟ ازي حضرتك، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، انجاز كبير ليكي والايه. ويعني زي ما بنقول، يعني كنا بنتكلم من سنه تقريبا، لا من كام شهر، وكنا في الاستوديو هنا وكانت ايه معانا، كان ليها عندها ظروف ما قدرتش تبقى معانا، وكنا بنتكلم على بطوله العالم. سبحان الله، الحلم بقى حقيقي. سبحان الله. صحيح صح، كنت بكلم حضرتك كمان، كنت بقول لحضرتك ان انا كان نفسي اعمل حاجه ما اتعملتش، والحمد لله ان انا بقيت اصغر لعيبه اجيب ميداليه في بطوله العالم للكبار. فعلا؟ طب هايل، ده يعني انجاز كبير. احنا يعني لما عرضنا الانجاز ما عرضناهوش من وجهه النظر دي، بس دي حاجه تسعدنا جدا. يعني ان انت ما شاء الله يعني على سنك ده وتاخدي تالت عالم، يبقى لسه عندك كتير. يعني الحمد لله، يعني كنت يعني بنتمنى اكتر من كده، وان احنا نجيب ذهب ان شاء الله، وان شاء الله هتيجي. بس يعني دي خطوه حلوه جدا ان احنا نكون اول ميداليه نجيبها احنا البنات في تاريخ الكاراتيه المصري كله. ما شاء الله، وانا يعني تقريبا اصغر لاعبه اجيب ميداليه عالم للكبار. بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك انت بتقولي خطوه، دي خطوه عظيمه، دي خطوه هايله. اللي بعد كده يعني ان شاء الله تبقى ذهب بعد كده. ان شاء الله تبقى ذهب، وحتى البرونز ده حاجه تسعدنا كلنا.